مورنينج يا خامس، هاو ار يو يا مس؟ اليوم راح احكي لك اللي هي عن يونت 4، عن الامتحان، ايش المهم في هاي اليونت. طبعا القطعه بكل اجزائها مهمه، يعني هاي مهمه بالفاينل، وهاي مهمه بالفاينل، وهاي مهمه بالفاينل، وهاي مهمه بالفاينل. المينينجز مهمات بالفاينل. طبعا امتحانك الفاينل مش ضع دائره، امتحانك الفاينل فيه كتابه بدك تكتب، ماشي يا مس؟ هون برضو عندك القطعه اللي عادت الكويشن، مهمات الكويشن اللي على القطع مهمة جدا، برضو مهم جدا في البيوبز والوير. بعيد كمان مرة عندك قاعدة اللي هي سنس فور، مهمة جدا. كيف بعمل سؤال بهاو لونج، اللي هي هاو لونج هاز او هاف مع السبجكت زائد الفيرب ثري، مهم جدا. كيف برتب السؤال، مهم جدا بالفاينل. حكيت لك سؤال عندك قاعدة have وhas haven't already وين ترتيبهم، وقاعدة yet والموقع already، هاي ايش مالها مهمة، وانا اعطيتك عليها اوراق عمل واعطيتك تلخيص ادرس عليها مس. هاي قاعدة ايش مالها مهمة جدا، هاي القاعدة مهمة جدا جدا بالامتحان يا مس. ترتيب السؤال yet وين موقعها و already وين موقعها، وكيف ترتيب الجملة. عندك meanings هاي مهمة جدا، ماشي يا خامس؟ انا بحكي لك على الاشياء المهمه، اشياء مهمه جدا. سؤال المعاني مهم جدا، سؤال ميك ودو مهم جدا، احنا اخذنا عليه جمل ميك ودو مهم جدا، وهون عندي كمان يمس مهم جدا. اوكي خامس، هل اعيده كمان مره؟ هون سؤال المعاني هون مهم، سؤال المعاني طبعا انجليزي، انجليزي مهم برضو، تكمله الفراغ بالمعاني مهم جدا. سؤال القطع، انا حكيت لك القطعه المهمه، القطعه اللي في وحده يونت 3 ويونت 4، يعني بدك تفلي لي اياها تفلايه. هون سؤال ترو اور فورس مهم جدا، سؤال القطع هون مهم جدا، هون كمان مره مهم جدا، انا اصلا كتب لك عليه مهم جدا ايام ما كنا نشرح في الدرس. هون الجمل اللي فيها سنس، والجمل اللي استخدم فيها فور مهم جدا، هون سنس وفور مهم جدا، هذا التمرين هاي كمان مره مهم جدا. اوكي كيف برتب سؤال هاف، سؤال هاو لونج مهم جدا، كيف هون اوريدي هاز وهاف زاد اوريدي مهم جدا، كيف بعمل جمل باي هاف برضو كمان معلوم مهم جدا، هاي الوحده مهمه جدا يا مس. ميك ودو مهمه جدا جدا جدا، الاسئله اللي هون كمان مره مهمه جدا. اوكي حكيت لك متى استخدم دو مع العمل المتكرر والعمل المنزلي، ميك مع الفعل والاختيارات اللي بقوم فيها، ماشي يا مس؟ مهم جدا. هون يا مس برضه مهم جدا، هون هذا التمرين اللي هو فور امثله عليهم مهم جدا. بتمنى انكم تدرس منيح يا خامس. اي سؤال اي استفسار ابعث لي، احنا هيك بنكون ختمنا الماده. طبعا احنا رجعنا الماده كلياتها، امورنا تمام. برجع بحكي لك الامتحان في كتابه، حتى لو كان عندك وانت بتكتب كان في كتابه حرف ناقص عادي، انا هذا الشيء انا بيصلحه، بس المهم امتحان الكتروني. وفي كمان ورقي للي بده يكتب لنا ورقي. امتحانك باذن الله تعالى سهل للي بدرس، ماشي يا مس؟ وبتمنى لكم نجاح ويعطيكم ألف عافية.